الأحكام الشرعية الكبرى للإمام عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 581 للهجرة. من الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام كتاب الأحكام الشرعية الكبرى، الأحكام الشرعية الكبرى للإمام عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 581 للهجرة. وطريقته فيه الترتيب على أبواب الفقه وذكر الأحاديث بأسانيد أصحابها، يذكر الأحاديث بأسانيد أصحابها، وإن كان أكثر اعتماده على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وضم إلى الأحاديث بعض الآثار. وهو يذكر في أول الحديث، يذكر من خرجه مقتصراً على واحد يقول مسلم، ثم يسوق سنده، أو يقول أبو داود ثم يسوق سنده ثم يذكر الحديث. ثانياً كتاب الأحكام الوسطى للمؤلف نفسه عبد الحق الإشبيلي. اختصر الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله كتابه الأحكام الشرعية الكبرى في كتاب آخر يعرف بالأحكام الوسطى، لكنه حذف الأسانيد، حذف أسانيد تلك الأحاديث، وتبلغ الأحاديث فيه ما يقارب 5000 حديث. وطريقته فيه أنه يذكر من خرجه من الأئمة في أول الحديث، فيقول كما صنع في الذي قبله، يقول مسلم عن أبي هريرة، أبو داود عن حذيفة، أو يقول أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة، وهكذا. وقال في مقدمة كتابه: فإني جمعت في هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب إلى غير ذلك. قال: إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ، وفنونا من الأدعية والأذكار، وجملا في الفتن والأشراط، وأحاديث في معان أخر مع نبذ من التفسير مما يكسب حافظه العلم الكثير. انتهى كلامه رحمه الله. الكتاب الثالث الأحكام الصغرى له هو أيضا عبد الحق الإشبيلي، انتقى أحاديث الأحكام الصغرى من الأحاديث من الكتاب السابق الأحكام الوسطى، واشترط أن تكون صحيحة الإسناد، وتبلغ أحاديث الأحكام الصغرى 115 حديثاً.